اهلا ابو شاهد. احنا من جايين نزعجكم بس حابين تشرفونا على عرس امان. بس الواجب واجب. يسلموا ايديك. سايقين بعدنا عم نوزع المكاتيب. بعد لنا بس 340 مكتوب. مجبورين بيت بيت على الطريقه النصرويه. يا ريتك معنا هون. عليك ساكن مع سلمى؟ اسمها ندى يا بابا. كيف امريكا؟ ايطاليا. يلا بين مش ابوك حكى لنا انه عم بفكر ترجع مزبوط لهون؟ اها لا في مستشفيات كثير منيحه هون. انا اركيتكت يعني مهندس عمار. يعني هو بفكرني دكتور يعني كذبت عليه. انت بتعرف ابو رامي بضله يحكي عنك كثير رافع راسه فيك. لو ابوي كان يضل يحكي عني هيك امي يمكن ما تجيش. انا هبلة كنت لازم اعرف من الاول. عرس بنتها شو هالحكي هذا؟ مش هذا دائما احنا اخر ناس؟ جوزها عم بيموت. احلى عرس. شكرا بابا. كنت ساكن بعين المستوطن. وانا يا ابي مستحيل اعز مع عرس اختي. يابا هذا الزلمه شباك. اطلع على السياره اعند من امك. مش السهره ب 18؟ لا عم تمزحوا. الله ينعاني الدنيا.